فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويلازم تأديبه بالآداب السنية، ويحرضه على الأخلاق المرضية، ويوصيه بالأمور العرفية أي التي تعارف عليها أهل زمانه على الأوضاع الشرعية أي المناسبة للشرع. فليس الواجب على المعلم هو أن يلقي المعلومات فقط إلى المتعلمين ليتلقفها المتعلمون، بل من أعظم مقاصد التعليم هو أن يحليهم بالآداب السنية، وإلا فما منفعة علم بلا أدب؟ بل لا يكون المرء عالما حتى يكون مؤدبا، فإن العلم جوهر لطيف لا يجعله الله سبحانه وتعالى إلا في من يصلح لحمله. وإذا كان أحدنا يأنف أن يزوج ابنته أو يضع ماله عند سيء أدب، فإن غيرة الله أعظم في أن يجعل العلم عند سيء أدب. والواجب على المعلمين أن يلاحظوا هذا الأمر في تأديب المتعلمين بالآداب السنية وتحريضهم عليها، وأن يعظموا هذا الأمر عليهم، فإن العلم لا ينال إلا بالأدب، كما قال جماعة من السلف رحمهم الله تعالى، وفي ذلك يقول يوسف بن الحسين: بالأدب تفهم العلم. لأن انتهى كلامه، لأن أدب المرء عنوان فلاحه وسعادته، كما أن سوء أدبه عنوان بواره وخسارته، كما ذكره ابن القيم في مدارج السالكين في منزلة الأدب.